الله، عندهم حزلقوم زينا يا بنت اللي هي ميار. وانا اقول جبت الاسم منين كابتن؟ يعني انت اسمك حزلقوم؟ انتوا عندكم هنا الاسم ده منتشر؟ كلا، اسمي ليس حزلقوم، ولكني انتظر شخص اسمه السيد حزلقوم. ايه ده؟ ده انا. انت والمصحف. اهلا بك. اهلا وسهلا. اهلا. إيه اسمك الكريم؟ ايه بقى؟ مورا ويري. من ورا مين؟ مورا ويري. في الخباسة يعني؟ من غير ما ويري يعرف؟ مورا ويري مرة واحدة. اسمه مركب يعني؟ نعم. طب بقول لك يا ابو الكباتي، إيه انا شكلي كده هلبسك فترة طويلة شوية، فمش هعرف اقول الاسم ده لو اتشقلب، فخلينا عندك حاجة سلسة كده اعرف انطقها. ماشي؟ هسميك اللهم صل على النبي محمود. من محمود هذا؟ انت هسميك محمود. حسنا، مرحبا بك في تنزانيا. اهلا وسهلا. قول لي قبله، هي تنزانيا دي بتعتبر قارة ولا بتعتبر قرية؟ تنزانيا ليست قارة ولا قرية. يعني مزيك؟ تنزانيا بلد. فهمت عليك، بلد زي دمياط، زي هيهية، زي الدقهلية، صح الحاجات دي؟ اهدأ، تنزانيا بلد وعاصمتها دار السلام. والمصحف؟ والمصحف. يا بلد بختك يا حزلقوم، يعني سافر اليونان التقي نفسي في بلطيم، اسافر تنزانيا التقي نفسي في دار السلام؟ على رأي الناس قليل الفخس يلقى الفشة في الكرشة ولا في الكبدة باين؟ نحن الآن لسنا في دار السلام، ولكننا بجانبها. يعني في الملك الصالح؟ عند بتاع العصير اللي فوق النفق؟ هو انت بتاع العصير؟ امال النفق فين يا عم؟ اهدأ وركز معي، نحن الآن لسنا في دار السلام المصرية، ولكني أتحدث عن دار السلام التنزانية، ونحن الآن في المدينة التي بجانبها، المدينة التي ورثت أنت بها المنجم، وأيضا التي نشأت بها وترعرعت، إنها مدينة كادو كلوتي. كادو كلوتك؟ يعني أنت دلوقتي سلبوتا؟ طب البس حاجة هتستاهل. ماذا تعني بسلبوتا؟ هي صبة أم مزحة؟ فسحة. يبدو أنك سوف تطلع عين أمي، اركب وإلا سأفعلها معك. تفعل إيه يا عم؟ السليمة الأسود. اركب يا عم، ده تنزاني من الويل ده ولا إيه؟ اركب.